تبغى؟ أبو أول حاجة الله يمسيكم بالخير. الله يمسيكم بالخير. الشاعر عيد بن عايض ونعم الغامدي. نعم. حياه الله يا مرحبا. الله يبقيكم. والله أنا يشرفني التواجد مع الحواك الغامدي. الله يسلمك يا عبد العزيز. ويشرفنا يا طويل العمر نحضر في قناة الواقع ونقدم ما يرضي الله. الله يحييكم. القناة قناة الجميع والله يحييكم. بتطرق موضوع اللي هو موضوع الصدقة. القصائد الاجتماعية هالحين ودك الشاعر إذا كتب يتطرق جميع أنواع أغراض الشعر. صحيح. خصوص الأمور الدينية اللي يحتاجونها المجتمع. يحتاجونها المجتمع. نعم. أنا من ضمن في قصيدة عندي جت بعد قصة اللي هي الصدقة. أنا أذكر عام 34 حصل لي موقف ما أنساه. الموقف هذا صدمت، صار علي حادث. كنت طالع جهة شرق الرياض حول كوبري الفحص، صادمت لي أنا واحد شهري. بعد الحادث هذا انتهينا وخلصنا، وجيت عند قطع الغيار حصلتها غالية، بغيت أركب قطع غيار جديدة للسيارة. قال واحد يا أخي روح للتشريح بتلقى قطع غيار نظيفة وأرخص، وإذا ماديتك ما تستطيع هناك أوفر لك. نعم صحيح. قلت تدري تم. رحت وصلت كوبري الحاير واخذت مع الكوبري يمين، في مقطع يمكن شاهدته الطفل عمره يمكن كان 17 او 16 سنه، وطلعت امه في القنوات كان عليه ديه مبلغ كبير يمكن في حدود 40 مليون. وطلعت ارسل لي واحد من الشباب المقطع، طالع في المقطع مؤثر، مقطع مؤثر عجوز تنخى. نعم. مريت كتبت حولت اللي يكتبه الله سبحانه وتعالى حاجة ما تسوى، والله إنها ما تسوى شيء. إنها أكبر. لكن الإنسان يتأثر، والله العظيم. هذه نخوة عيد. والله العظيم إني ما دخلت التشريح حق الحاير. وأخذت يمين وأنا رايح للتشريح. إلا جايني رسالة مبلغ وقد روح حواله. لا إله إلا الله. الحوالة وقتها ما يجيك الحوالة من وين؟ يجيك حوالة. من أين جت الحوالة؟ أدق على واحد من الشباب، عندنا ترقيات وفيها فروقات. شوف الوقت بس سبحان الله العظيم، الوقت متى جت؟ الله سبق بها قبل. سبق بها سبحان الله العظيم. كلمته جاك حوالة؟ قال لي والله جاني حوالة. لا إله إلا الله. الحمد لله على كل حال. طرع علي أبيات بعد أقوله. تفضل. من ضمن كتبت لي أبيات أقول المؤمن اللي كثر خيره وربي عطاه. عطاه. ينفق ويكفل قبل موته يتامى وسر، الحاجة إحراج، والمعسر لا تبحث خفاها مذكره بدعة ولا عطه من يسر. ما يتعبون الرجال الطيبين الدهاه، ألا لا شافوا كريم الكف لحقه عسر، والرجل بخلاقه وطيبه يا مال الغناه يقدر ما بينه وبين الناس يبني قصر جسر، جسر يزيد الغلا ما هو جسر المشاه اللي من المشي لا طلال المدى ينكسر. ومضيعين المبادئ كلها والصلاة، أمورهم مدبرة وأحوالهم ما تسر. حنا خلقنا لطاعة ربنا في الحياة، من صد عن طاعة الرحمن خاب وخسر. ما كتب للعبد من رب المخاليق جاه، واللي ما يكتب له يحاول ويتعب عسر. سلام. سلامتكم. صح لسانك. صح لسانك يا عيد. الله وجهك. صح وجهك أبو سعيد. فتحت القلوب يا عيد.